الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، فلم يتباطأ عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يهيئ لهذا الأمر، فأخبر الابن حتى لا يتفاجأ وحتى يشترك معه في الأجر. فوجد هذا الابن مطيعا لله سبحانه وتعالى، آمرا الأب أن يمتثل ما أمره الله سبحانه وتعالى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. ثم تبرأ من حوله ومن قوته واستعان بالله سبحانه وتعالى على الصبر على هذا الابتلاء العظيم.